دلوقتي خلينا نروح للميا حمدين نتعرف معاها على أسعار الذهب والعملات. لميا اتفضلي. شكرا لك يا منى. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبدأ بالدولار الأمريكي. سعر البيع فيه 24 جنيه و52 قرش، والشراء 24 جنيه و59 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.41، والشراء 25.49. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.43، والشراء 29.53. فرنك سويسري سعر البيع فيه 25.81، والشراء 25.90. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.46، والشراء 3.48. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.52، والشراء 6.54. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.64، والشراء 79.99. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.67 قرش، والشراء 6.69 قرش. ودلوقتي نشوف متوسط أسعار الذهب النهاردة، وهنبدأها بعيار 18. سعر السوق النهاردة 1264 جنيه للجرام. عيار 21 1475 جنيه للجرام. عيار 24 1686 جنيه للجرام. وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهاردة 11800 جنيه. ودلوقتي نرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي الفقرات. شكرا لك لمي.